إذن اليوم جمعية نساء بيضاويات بمشاركة مع مقاطعة سيدي بليوط دارت مبادرة اللي كتجلى في تفعيل واحد المائدة مستديرة والمائدة الحرية اللي غادي توقف على استراتيجية للوصول إلى واحد الخريطة الطريق باش ندافعوا على حقوق المرأة وفي تراب معين. إذن بدينا بالعملة ديال أنفا إن شاء الله حيت كان حنا كان نظنوا انا والناس اللي مشاركين في هذه المائده ان كل تراب وكل كل مكان عنده الخصوصيات ديالو، والخصوصيات ديال انفا وسيدي بليوط بصفه خاصه ماشي هي الخصوصيات ديال العملات والمقاطعات الاخرى. اذا حنا كنتمنوا ان هذه المائده ديال الحريه توصل بتوصيات مهمه اللي غادي تجعلنا اننا نوصلوا لهذ الاهداف ديالنا ديال الدفاع عن حقوق المراه. إذن أنا كمحامية وحقوقية عندي واحد الاهتمام كبير بهذا المجال هذا، وكنهتم بالمرأة بشكل خاص، وكنتمنى أنها توصل الأهداف ديالها اللي هما الدفاع عن الحقوق ديالهم إن شاء الله. نبغي نقول لهم يتشبتوا بالحقوق ديالهم، والأكثرية خاصهم يتعرفوا على الحقوق ديالهم، حيت كيف ما قلت في الكلمة ديالي كونيتغ سي دغوا سي أمواتي لي زوبتونيغ، يعني أن ملي كنكونوا عارفين شنو هما الحقوق ديالنا والواجبات ديالنا كنوصلوا للهدف ديال أننا ننتزعوا هذاك الحق من الهيئة ولا الإدارة ولا المؤسسة اللي غادي نقدروا ولا المجتمع اللي غادي يعطينا هذا الحق هذا.